تونس قدرت تحقق مفاجأة كبيرة بفوزها على نيجيريا المرشح الأول للبطولة. تونس رغم أنها صاعدة ثالث المجموعة قدرت تفوز على فريق متصدر المجموعة بالتسع نقاط. فرضت أسلوبها امبارح في المباراة وحققت الفوز. هل نقدر نعمل كده احنا كمان في الماتش الجاي مع الكوديفوار؟ تونس غيرت رتم المباراة خالص وخلته لصالحها. ازاي؟ ده اللي هنعرفه مع كريم سعيد الناقد الرياضي. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الخير منك. كريم الصوت مش واضح لنا قوي، يا ريت نوضح الصوت بحيث ان احنا نعرف نتناقش كده، لان امبارح المباراه كانت حماسيه جدا ومش عارفه بقى ننفع نسميها بطوله المفاجآت. يعني كل من ساعه ما ابتدينا نتفرج كده على البطوله كل شويه نتفاجئ بشكل مختلف. تونس برغم انها طالعه ثالث المجموعه لكن امبارح كانت المباراه بتبقى يعني في صالحها، خصوصا انها قدرت تقتل الريتم وغيرت خالص، حافظت على الاول، هجمت وحافظت على يعني نقدر نقول الهدف اللي احرزته وبعد كده موتت اللعب تماما. سمعيني كده يا منى ولا صوت لطيف كده؟ اتفضل كريم. يعني الصوت كده كويس؟ تمام اتفضل. تمام، احنا طبعا متفقين ان البطولة دي واحدة من البطولات الغير متوقعة في النتائج تماما. احنا شايفين ان في يعني امور غير طبيعية بتحصل. بنتكلم مثلا امبارح زي ما انت تفضلت قلتي، منتخب النيجيري بعد ما حصل التسع نقاط في المجموعة وقدم مستويات جيدة جدا وعدنا وفي ماتشنا حتى، وكان واحد من المنتخبات المرشحة لحسم اللقب، بيلعب منتخب تونس اللي هو محتل المركز الثالث وقدم دور مجموعات سيء جدا. المنتخب التونسي بيلعب امبارح يعني منقوص من عدد كبير من اللعيبه بتاعته بسبب كورونا، ربنا يشفيهم طبعا، منهم مننا الكبير علي معلول. ورغم ده شفنا المنتخب التونسي امبارح بيلعب تكتيك ممتاز جدا وقدر ان هو يقتنع بالتاهل لدور التمهيدات. طبعا 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 سيناريو المباراه طبعا كان غريب وحاجه مستحقه، وطبعا ساعد تونس ان هي تخرج بالمباراه بشكل جيد. المباراه دليل انه يشتغل ويعرف ازاي يلعب المنافس، حتى لو المنافس كان اقوى منه يقدر يكسبه ويعديه، بس المهم الشغل وان احنا المنافس بشكل جيد. أكيد. طيب خلينا نقول إن المباراة بس الفكرة فيها قائمة يا كريم على إن محدش داخل بـ expectations أو بـ يعني يبقى عنده قناعات مسبقة إن هو هيخسر. يمكن اللقاء بين تونس ونيجيريا يمكن اتقابلوا خمس مرات قبل كده، ثلاثة منهم نيجيريا فازوا ومرتين انتهت بالتعادل السلبي. برغم من كده تونس كان قلبها جامد جدا في خصوصا في أول المباراة وهجمت وقدرت إنها تفوز أو تحرز هدف في الأول وبعدين تموت اللعب بحيث انها تحافظ على الفوز. احنا بقى بالنسبه لنا وماتش مصر والكوديفوار، احنا بنكسب الكوديفوار عادي عشان بس ايه بدايه الكلام كده، يعني مش اول مره. فكراش لما يجي يقول لنا انا عندي خطه وطريقه، احنا عايزين نقول له بس من بدايتها كده احنا متعودين نكسب الكوديفوار عادي، ما عندناش مشكله، مش كده ولا ايه؟ شوفي طبعا التاريخ بيقول ان احنا ماتشاتنا مع الكوديفوار في مباريات كتيره حاسمه في بطوله كاس الامم قدرنا نكسب كوتيفوار بشكل، يعني في 2006 كسبناهم مرتين، مره في دور المجموعات ومره في الفاينل. في 2008 كسبناهم مكسب عريض جدا جدا في ماتش السيمي فاينل. طبعا كل الكلام ده والتاريخ يعني لطيف ومهم، انما الحاضر يحتاج ان احنا نشتغل. طب الحاضر يحتاج ان احنا نبقى واقعيين ونتكلم على الامكانيات اللي معانا في الوقت الحالي. مثلا بنحلل الماتش يوم الاربعاء قبل ما يتلعب، هنقول المنتخب كوت ديفوار على مستوى الافراد والمنتخب المصري على مستوى الافراد تقريبا يعني مستويات متقاربه. الاثنين على المستوى الفردي اقوياء جدا، احنا معانا ثالث افضل لاعب في العالم. ومنتخب الايفوالي برضه معاه مجموعه من اللعيبه مميزه. اللي يفرق يا منى ان منتخب كوت ديفوار منظم اكتر مننا. بيلعب كوحده واحده افضل. الهارموني، الفكره في الهارموني كمان. طبعا طبعا طبعا، ان هو التكتيك هو اللي بيخليكي تظهري بشكل افضل حتى لو انت امكانياتك اقل. يعني زي ما قلت منتخب تونس امبارح بيلعب منقوص مش من اقل من 10 لعيبه. نعم. قدام نيجيريا، وطبعا مليون في الميه امبارح المنتخب النيجيري على المستوى الفردي كان اقوى بكتير، انما تونس عرفت ازاي تكسب نيجيريا. هو ده العنوان اللي احنا عايزين نقوله، احنا عايزين نعرف اللعب كوت ديفوار. السؤال هنا
كيروش محضر ايه ومعاه اسبوع. خلي بالك احنا اخر مباراه لعبناها والاربع قدام السودان وهنلعب الاربع قدام كوت ديفوار، فانت معاك اسبوع. السؤال هنا يوم الاربع الساعه 6 لازم تجاوب لنا على السؤال ده، هتقدم لنا ايه عشان تقول لنا انت اشتغلت ازاي خلال الاسبوع ده. كريما انا عايزه اقطعك واسالك، انت متخيل ان الموضوع بيبقى قرايه للماتش وهو بيجرى ولا تحضيرات؟ يعني احنا بنبقى نازلين بخطه مجهزين هنعمل ايه، مين هيلعب فين، هنهاجم باثنين ولا بثلاثه، يعني الامور هتبقى ماشيه ازاي. نيجي نلاقي المباراه حصل فيها تويستنج او حصل فيها نوع من انواع اللف، هل قراءه المباراه على الارض بتفرق من مدير فني لمدير فني وقدرته على السيطره على الامور مع اللي بيحصل على الارض هو ده اللي ممكن نقدر نطلع منه بالفوز وبالنجاح؟ بص يا منى، المدير الفني ولا عمره هيحرز هدف ولا عمره هيصد هدف. المدير الفني دوره ان هو يدرس المنافس ويحط التشكيل والتكتك المناسبين لامكانيات اللعيبه اللي تحت ايده. اوكي. وخلي بالك ان احنا بنتكلم هنا على دور مدرب منتخب وليس مدير فني لنادي. الناقد الرياضي كريم سعيد اكيد هتكون موجود معانا على مدار الايام الجايه واكيد هنحتاج مزيد من التوضيح منك. كل الشكر ليك الناقد الرياضي كريم سعيد.